الو، اتفضل. الو، السلام عليكم شيخ وليد. وعليكم السلام، اتفضل. من ساعة اتصلت وانقطع الخط، لا لا، فنعم ما كذا. يهمكش، اتفضل. نرجع على موضوع الخمس، صح؟ اتفضل، اقنعني بخمس المكاسب، اتفضل. زين، سورة الأنفال الآية 41 تقول: واعلموا انما غنمتم من شيء انت فان بتقراها لله من خمسه المصحف؟ والرسول. بتقراها من المصحف؟ لا لا، طلعها طب من المصحف، عشان انت بتقراها غلط. ليش؟ طلعها من اقرا لي المصحف انت وانت من تعرف يمك، اقراها انت من اللي من يمك انت. يا باشا. انت مش عندك مصحف يا باشا، يا بعيد والله. ده كلنا طيب قاعدين، يعني احنا كعرب كلنا قاعدين في بتاع دوت، في شقق كلها 200 متر، يعني لو رحت جبته من هنا هتيجي ما فيش ثانيتين. انا لا بديك، والله اتفضل بعيد عليا، والله اتفضل، هاتها بعيد عليا. واقراها من المصحف، اتفضل. قاعد بالسيارة خارج البيت، يعني شوية مسافة بعيدة عليا. يعني انت في السيارة وجنبك بنتك في السيارة برضو؟ اي هذا اخوي الصغير، عادي ما ما فيش بيشكال. مشكلة، وما فيش كلاكس جنبك يعني، ولا في اي حاجة جنبك. يلا اقرا لي اياها من يا يمك، ما عم افتح بيشكال. لنا شباك العربية عشان نفهم، بس عشان نعرف ان في عربية جنبك بتجري ولا لا. هسه عربية، طيارة، صاروخ، اقرا لي اياها من يمك. طب ماشي على كام؟ يلا اقرا لي اياها بالله. الله يكرمك، الله سورة يهديك يا عم. الأنفال 41 آية. طب انا هحطها لك على الشاشة عشان تشوفها، يلا يلا بالله اقرا. هتشوفها برضو من العربية. شفت وقعت ازاي؟ اتفضل. هسه يلا اقرا، انا ما جاي اشوف اللي آية مالتك، آية. انا على لا لا لا، الواتساب. مش دي الآية، اتفضل. هي الآية: يلا اقراها. واعلموا أنما، مش إنما، واعلموا أنما. غنمتم. أيوة، ايه شو المشكلة يعني؟ واعلموا أنما مش إنما. طيب هسه ماكو اشكال، كمل. ما فيش مشكلة. شو المشكلة واعلموا بالنسبة؟ أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبيدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهنا احنا كمسلمين يعني سنة بنقول يا جماعة الخمس ده في غنائم الحرب. طب ايه الدليل؟ أن النبي ما صلى الله عليه مقصوده وسلم لم يعني، يأخذ ما خمس من مقصود أحد. يعني جيب الدليل طب بين ايه هذه الدليل؟ الآية بس بالقرآن، يعني مقصوده طب ايه بالحرب. الدليل؟ ايه الدليل؟ أن الآية أساسا أتت في موقع الحرب. يعني أتت الآية أولا في سورة اسمها الأنفال، ثانيا في موقع الحرب، ثالثا لم يأخذ أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا علي ولا الأئمة عندكم من أحد الخمس، يعني من المسلم الخمس من المكاسب. لو ما أنت هي عندك مذكورة أدلة غير كده اتفضل. بالقرآن يعني للحرب. زين الله لما قال لك صلوا وزكي، زين هل اللي يعني مقصودة يعني قال لك صلى الصبح صلى الظهر؟ لما قال لك الزكاة هم حدد القيمة مال الزكاة؟ خلاص، يعني انت بتقول ان السنة هي من تحدد لنا ايه هو الخمس، صح؟ أهل البيت والسنة جميل. او طب هات لنا من والنبي اهل محمد. البيت انهم اخذوا الخمس من المسلمين، تفضل. اكو رواية للإمام الصادق يقول الخمس حق لنا لما عانيناه من شقاق في الدنيا. يا باشا الإمام الحق الصادق لنا، ما الخمس ماشي، الحق الخمس الخمس حق حق لنا، لنا. بس هنا هل هو وضح لنا خمس المكاسب ولا خمس الغنائم؟ لا هو شفت بقى خمس شلون؟ يعني، هو كله خمس يعني. هو احنا نجي التفسير الخمس شنو يا هو الخمس؟ باشا انا دلوقتي الخمس مثلا، هو انا كل دلوقتي مال اسمعني بس، الله اسمعني يرضى بس، عن الله يبارك في عمرك، المجاهدين. اسمعني الخمس بس، شنو؟ اسمعني اسمعني الخمس اسمعني. هو كل مال يا زاد عن استاذ الله قيمته. يبارك في عمرك، لو يعني النبي صلى الله تفضل. عليه وسلم قال الخمس حق لنا، الخمس حق لا لنا، قلنا هو الإمام ما بين الصادق. انه خمس. النبي لما مثلا يقول الخمس حق لنا، هو ما بين اي خمس، فيحمل على طول على خمس المغانم. لكن انا عايز دليل، لما عايز قال لك دليل خمس، قال ان لك صلوا الخمس الظهر، يؤخذ قال من لك صلوا المسلم. الظهر. هو الخمس شنو هو شيخ؟ انت لازم يا توضح باشا للناس الخمس، يعني، حرام الخمس تقول هو الخمس خمس شنو؟ المغانم. الخمس يعني حضرتك بص، الخمس ده خمس المغانم. ايه هي المغانم؟ اللي حضرتك لما بتدخل حرب بتغنم غنيمة الحرب، غنيمة الحرب، فده اللي بيطلعوا منه الخمس. انت بقى بتقوله لا، في حاجة اسمها خمس المكاسب اللي هي بتتاخد من المسلم. هل انت عندك دليل صحيح بأن النبي او احد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الخمس من المسلم؟ اتفضل.
يعني خمس إيه ما هو المكاسب، يعني واحد مثلا بيتعب ويشقى على الخمس، وليه الخمس ما ربح مقصود مثلا او بالحرب ليه يعني فقط مرتب، حرب، هل مثلا اخذوا مثلا منه الخمس؟ اتفضل. يا شيخ احنا لما نجي نقرا القران احنا غير ناخذ من عنده تفاسير، لا لا غير اكو ناس تفسره، يعني هاي الايه اللي قصدتها اني يعني ما مقصوصه بخمس الحرب فقط. ايوه دي حضرتك دي في خمس الحرب، الايه اللي انت جبتها دي في خمس الحرب، هل انت عندك دليل ان من الخمس يقول يؤخذ من المسلم؟ الآية مقصودة يعني فقط في خمس خمس الحرب؟ المكاسب؟ والله ما اعرفش. شيخ أنا أريد أفتهم من عندك، هاي الآية أعطيني دليل بأن هي مقصودة فقط في الحرب. الايه نفسها بتتكلم عن الحرب، كمل الايه. الايه بتقول ايه؟ وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. لو رحت للآية اللي قبليها هتتكلم عن الحرب، والآية دي بتتكلم عن الحرب، والآية اللي بعدها بتتكلم عن الحرب. أنا عايز أسألك زين هو سؤال، النبي اسمها سورة إيه؟ اسمعني بس اسمعني، اسمها سورة إيه؟ الفرقان الأنفال عفوا. الأنفال، ما معنى الأنفال؟ ما أعرف، أنت جاوب من يمك. لا مش هجاوب، روح جاوب نفسك، لما تعرف يعني إيه الأنفال يبقى تعالى. ليش لا احنا علمنا يا باشا، روح الأول اضرب كلاكس هيبين لك إيه الأنفال.